مستر تعالى نتكلم بقى عن رايت انجل تراينج. رايت انجل تراينج سوري رايت انجل، رايت انجل هنا عندنا 90 ديجري، الميجرمنت بتاعتها ايكوالز 90 ديجري. حبيب قلبي خلي بالك احنا عندنا في اشكال للانجلز، في اجزاء للبارتس بتاعت الانجل. الانجل دي شبه الكلوك، الانجل دي انت شغلك كله كان على الكلوك الساعه. خلي بالك بقى يعني الديجري دي بتمثل لك زي التايم، الاور مثلا بتمثل لك زي الاور خلاص. يبقى انا بس ال 90 ديجري زي 90 اور كده مثلا على سبيل المثال. طيب مستر حضرتك خلي بالك الانجل البارتس بتاعتها اول حاجه احنا هنا درسنا الديجري، في حاجه اصغر منها شرطه واحده كده وفي شرطتين. السيركل دي اللي احنا عارفينها من صغرنا دي اسمها الديجري. حضرتك الوان لاين ده بالنسبه لنا يعتبر ده بيمثل لنا المينت، ده بيمثل لنا المينت، والتو لاينز دول بيمثلوا لنا السكند خلاص. يبقى مستر الانجل دي بالنسبه لي زي الاور كده، 1 اور كده 1 ديجري بس. اللي اصغر من الاور حضرتك هنا عندنا المينت، وايه اللي اصغر من المينت؟ السكند. طيب مستر انا عارف ان ال 1 مينت فيها 60 سكند، يبقى حضرتك لما تلاقي في المينت في السكندز هنا 60 تروح تدي للي بعده كام؟ 1. يبقى ال 60 سكند تروح تدي للمينت 1. طب يا مستر افرض انا تلاقيت معايا 60 مينت على طول تكون لي ايه؟ ال 1 اور اللي هي ال 1 دي خلاص. يبقى هنا مستر التقسيمه بتاعت الانجلز ديجري مينت سكند. طبعا انت السكند هنا يعني هي مش هتجي لك الا في سؤال او سؤالين هتقابلهم، بس تعالى نفهم، تعالى نفهم يا مستر كده الجزئيه ديت ايه اللي فيها او بتتعمل ازاي. في البدايه كده يا شباب ال 90 ديجري ليها شكل تاني. ايه ده لها شكل تاني؟ اه هتبدا تقول مثلا 89 ديجري وهتروح للمينتس وهتلاقي جواها 60. ازاي يا مستر؟ تعالى فهم. هو انا مش لسه قايل لك كل ما تكون 60 مينتس تدي للديجري 1؟ اه. طب ال 60 مينت لما تدي للديجري 1 هنا 89 زود عليهم 1 تبقى لك كام؟ 90. تعالى تعالى اوريك يا مستر ازاي تكتبها في الكالكوليتر، ازاي نبدا نعمل ال 89 ديجري انت 60 سكند ونشوف هي فعلا هي ايكوال 90 ديجري زي ما هو المستر بيقول ولا لا. حضرتك ادي ال 89 هتروح للزرار اللي هو عليه الكوما كوما، طبعا هنا في دايره اللي هي الديجري وكوما واحده دي الشرطه اللي هي بتاعت المينت وتو كوماز اللي هي بتمثل لك التو داش بتوع السكند. دوس عليها كده خلاص بقت 80 ديجري. حضرتك انت قلت لي 60 مينتس فانت هتدوس 60 وتدوس على نفس الزرار تاني هتطلع لك بالصوره اللي قدامنا ديت. دوس ايكوال مستر. اه شايف ايه اللي قدامك ده يا جميل؟ طلعت لك 90 ديجري يعني اللي احنا لسه بنتكلم عنه. طلعت ايه؟ 90 ديجري. طيب تعالى كده يبقى انا كل مثلا ما يبقى عندك هنا 60 كل ما يبقى عندك 60 مينت بتدي للديجري 1 بتزود على الديجري 1 تبقى كام؟ 90. طب مستر هل ممكن تكتبها بطريقه ثانيه ال 90؟ هي مش موجوده عندك بس تعالى ادربك عليها. هيبقى عندك مثلا هنا 89 ديجري هشيل من 61 هتبقى 59 مينت. حضرتك هتدي 60 للسكند ادي ال 60 دي الفورم الثانيه الشكل الثاني بتاع ال 90 ديجري. طب ازاي يا مستر؟ عايز افهم. ما هو دي 60 سكند كل ما تكون 60 سكند يبقى 1 مينت، يبقى انا هروح ادي للمينتس 1 هتبدا تقول لي انا معايا 59 بلس 1 equals 60. حلو قوي. ال 60 دي اتكونت بقت 1 ديجري، تروح تزود 1 ديجري على ال 89، ال 89 تبقى كام؟ 90. 90 ديجري. ما حدش بيهتم قوي بالجزئيه دي لان مش موجود عندك في جريد 1 ولا في جريد 2 في بريب 1 بريب 2. هتلاقيها في بريب 3 بقى تبدا تشتغل عليها وتروح ثانوي ان شاء الله تلاقي الكلام ده موجود عندك كتير جدا. طيب تعال نشوف شكلها في الكالكوليتور برضو حته كده. احنا عايزين نكتب يا مستر 89 ادي ال 89 ديجري بعدها 59
second a minute بعدها 60 seconds. دوس equal. طلعت ايه مستر؟ 90 degree 0 minute 0 second. يبقى انا مستر حضرتك هنا طلعت بكام؟ 90 degree. سهله يعني مفيش حاجه. ايزي خالص. طيب شباب تعالى كده نتكلم مع بعض. ايه الطيب الثاني اللي بعد الرايت انجل؟ عندنا مستر النوع الثاني اللي بعد الرايت انجل اللي هو الاوبتيوس. طبعا الاوبتيوس انجل الاوبتيوس مستر حضرتك الميجرمنت بتاعتها هتبقى مور ذان بقى 90 ديجري، انا هبقى اكبر من 90 وليس ذان ال 180 واصغر من ال 180 في النص ما بينهم، لا هي 90 ولا هي 180، لان لو 90 هتبقى رايت و 180 هعرفها دلوقتي ان هي هتبقى ستريت انجل. طب تعالى نشوف كده فور اكزامبل مين يا مستر يجي يقول لك هنا 91 ديجري. طبعا دي هتقول لي ايه؟ اوعى تقول لي رايت حبيبي، دي مور ذان ال 90 اكبر من 90. دي اوبس مستر يجي يقول لك هنا 92 ديجري مثلا برضه مور ذان يا مستر ال 90 اوبس. يجي يقول لك هنا 179 ديجري، ال 179 ليس ذان ال 180 اصغر من 180 برضه تعتبر اوبس. مستر النوع اللي بعده لسه قايلينه هو عباره عن الستريت انجل. ايه يا مستر الستريت انجل؟ من اسمها ستريت، ستريت لاين، خط كده من الاول للاخر. حضرتك الميجرمنت بتاعتها ايكوالز 180 ديجري. طبعا بتلاقي كده موجود كده خط A B B C. حضرتك شوف كده مستر حضرتك الكلام ده هتلاقيه ايكوال الميجرمنت بتاعتها 100. اتفضل. هو ده في يونت كام؟ ده ليسون 1 في الجيومتري يا جماعه. يونت 3. ايه؟ يونت 3 حضرتك الجيومتري. اه بس انا مش لاقي عندي في الكتاب. مش مشكله خليك معايا. خلاص يا شباب يبقى هنا الستريت لاين الستريت انجل حضرتك الميجرمنت بتاعتها كام؟ 180 ديجري. نبدا نتكلم دلوقتي يا مستر عن النوع الجديد اللي احنا هندرسه اللي هي الريفلكس. الريفلكس انجل ايه يا مستر الريفلكس انجل دي؟ حضرتك هنا الريفلكس دي اللي اكتر من ال 180، يبقى انا هبدا اقول ان انا مور ذان ال 180 ديجري اند ليس ذان 360 ديجري. حضرتك انا اكبر من 180 واصغر من 360 بتوين، انا بتوين، يبقى هنا حضرتك هنا دي بنقول عليها الريفلكس. زي ايه مثلا؟ يجي يقول لك هنا 181 ده مور ذان ال 180، حضرتك دي تعتبر ريفلكس. يجي يجيب لك هنا 270 مستر اكبر من 180 تبقى ريفلكس. هذا 300 ريفلكس يا مستر، يبقى انا هنا بين ال 180 اند 360. طب تعالى نعمل ريفيجن كده صغير على الانجلز ونشوفها على الكوردينيت بلين. حضرتك لو انا عندي هنا كوردينيت بلين اول حاجه عندنا هنا الزيرو، انا لسه ما اتحركتش، فده بالنسبه لي مستر يعتبر 0 ديجري اللي هي 0 انجل. مستر حضرتك هنا انا رايت يبقى هنا 90 ديجري دي يا مستر رايت انجل. مستر المسافه اللي في النص دي كلها تعتبر بالنسبه لي الاكيوت اللي هي من 0 لحد ال 90، من 0 لحد ال 90 ده الاكيوت. طب يا مستر ابتديت اعدي ال 90 اكبر من 90 تعتبر ايه؟ اوبتيوس. الستريت لاين ده 180 180 شكرا ده ستريت انجل. طب يا مستر حضرتك لما ارجع كل المسافه دي حضرتك ده كله بقى خاص بالريفلكس الجديده، ده كله يا مستر الباقي ده كله خاص بايه؟ بالريفلكس. يبقى الريفلكس بتاعتك من فروم 180 اب تو 0، اما 0 ده 360 ديجري. خلي بالك ازاي يا مستر؟ ما هو اللفه كلها بتاعت الساعه دي 360.
لا ال 1 روتيشن دي حضرتك الدوران الكامل دوت ده 360 في يرجعني في مكاني. طب ما انا رجعت في مكاني هنا عند الزيرو، ابدا اعد من اول وجديد. خلاص يبقى انا مستر هنا بالنسبه لنا الريفلكس، الريفلكس فروم 180 اب تو 360. الكلام ده هتشتغل عليه في جريد 3 ان شاء الله. طيب مستر خلي بالك من سؤال مهم، بيقول لك هنا find the reflex of each angle. اول ما يقول لك find the reflex حضرتك هنا في قاعده بنمشي عليها عشان تجيب الريفلكس. ايه يا مستر الرول بتاعتنا؟ القاعده بتاعتك يا جميل حضرتك هنا بتبدا تقول 360 degree minus الانجل اللي هو هيديها لك عشان تجيب الريفلكس. يبقى مستر هنا الريفلكس عشان تجيبها 360 minus الانجل زي ايه؟ يجي يقول لك هنا 90 degree الريفلكس بتاعتها كام؟ مستر انا عشان اجيب الريفلكس هبدا اقول 360 degree minus ال 90 degree تدي لك 270. طب هي ايه معناها؟ ما هو خلي بالك الانجل اللي هو مديها لك الانجل دي 90 مدي لك ال 90 مشيت البارت دي كلها والريفلكس بتاعتها اللي بيكملها السم بتاعتهم كام؟ 360. يبقى دي الانجل والباقي بتاعها ده كله ده الريفلكس. يبقى يا مستر لما تكون الانجل بتاعتك ب 90 ايه اللي يكمل لك ال 360؟ هتقول لي انا همشي كل ده. يبقى المهم القاعده بتاعتك سؤال مهم جدا يجي لك في الامتحان. ممكن بقى تصور الحاجات دي وتبعتها على جروب؟ حاضر. يجي يقول لك هنا find the reflex angle حضرتك هتبدا تقول 360 minus الانجل. شكرا حبيبي. السيشن بتاعتي كده كشرح خلصت. حضرتك open your book page 85 الملزمه بتاعتنا page 85. ده الهوم ورك؟ ايه؟ ده الهوم ورك؟ لا لا هنشتغل خليكي معايا. طيب بس حبيب قلبي كله فتح؟ تعالى نشوف مع بعض. تعال نشوف مع بعض كده مستر ايه اللي عندنا في الجيومتري. مستر في البدايه طبعا حضرتك هنا ادي الديفينيشن بتاع اللاين سيجمنت حضرتك هتبدا تحفظه وتكتب عليه سيف. قال لك اتس سيت اوف بوينتس لايز بتوين تو ديستينكت بوينتس. حضرتك دي الجزئيه الاولى اللي هتحفظها في اللاين سيجمنت. مستر بعد كده قال لك ذا ري، ذا ري الديفينيشن بتاع الري قال لك اتس لاين سيجمنت اكستندد اونلي فروم one terminal infinitely. انا فتح بيج 85 بس مش ظاهر لي الحاجات دي. انا ملزمه حبيبي ما اشتغلش من مصر خليك معايا. خلاص شباب يبقى هنا مستر حضرتك ايه يا محمد ايه ياسين جريد 4 خليك معايا خليك معايا انت جريد 4 انا جريد 4 اطلع يا محمد بره اطلع يا ياسين بره ده جريد 7 يا حبيبي هو للاسف كان هيعيط ده جريد 7 مستر نروح للجزئيه اللي بعدها قال لك هنا ذا ستريت لاين الستريت لاين تعالى نشوف الديفينيشن بتاعنا قال لك اتس لاين سيجمنت اكستندد فروم تو تيرمينالز infinitely. يبقى انا مستر هنا دي البارت الثانيه اللي عندنا الديفينيشن بتاع الستريت لاين والديفينيشن بتاع الانجل. انجل از ذا يونيون اوف تو ريز هافينج ذا سيم ستارت بوينت. حضرتك هنا بيتكلم على الديفينيشن بتاع الانجلز. حضرتك هتنزل معايا تحت كده في عندنا هنا التايبز اوف انجلز. حضرتك الزيرو انجل والاكيوت انجل والرايت انجل والاوبتيوس والستريت والريفلكس. طبعا كل ده الكلام اللي عندنا الخاص بالتايبز اوف انجل. حبيب قلبي هنا تعالى ننزل مع بعض هنا نبدا نحل السؤال مع بعض. عايزك هو كاتب لك ريمارك اني انجل بلس اتس ريفلكس جيفز اس 360 ديجري.
حضرتك اي انجل بالسم بتاعت الريفلكس بتاعتها هتدي لك 360 ديجري. طيب مستر انا عايز اجيب الريفلكس بقى. حضرتك هتبدا تكتب لنفسك كده، تكتب ريفلكس، اكتب الكلمه كامله ايكوال 360 ديجري ماينس الانجل. اكتب القانون ده هنا جنبك عشان ايه تحفظه. يبقى انا مستر حضرتك هتقول 360 ماينس الانجل. طب شباب يلا نبدا مع بعض. جاب لك هنا البارت 1 قال لك ايه 135. شكرا، هكتب في الكالكوليتور بسرعه 360 ماينس 135 جيفز اس. حدش يقول 225. هنا مستر 225. حضرتك هتكمل بقيه الاكسرسايز بنفس الطريقه. طب تعالى يا مستر لدي قال لك هنا 52 ديجري اند هاف. 52 ديجري اند هاف وطالب منك ان انت تجيب الريفلكس ليها. طب هجيب الريفلكس ازاي يا مستر؟ حضرتك هتبدا تجيب الكالكوليتور يا جميل وتكتب فيها شيفت فراكشن 52 وتكتب الهاف عادي 1 اوفر 2. طبعا في البدايه يا مستر هتبدا تكتب 360 ماينس 360 ماينس. مستر مش هنحط الديجري؟ ايه؟ مش هنحط الديجري؟ لا 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 ملاش لازمه. مستر دوس اس دي طلعت بكام؟ 307.5. طب اللي بعدها؟ اللي بعدها ده احنا لسه حافظين شكلها يا مستر. حضرتك اللي بعدها ديت احنا ده انا حفظتك قلت لك دي ايكوال كام؟ 90. يا مستر دي حضرتك دي كلها كده ب 90 ديجري. خلاص حضرتك هتعمل ماينس فروم 360 هتطلع ايكوالز 270 ديجري. حبايب قلبي ترن بيج تو ذا نيكست بيج 86. تعالى نشوف مع بعض هنعمل ايه. في بيج 86 هنا دي اكسرسايز بقى. حضرتك جايب لك تو ريز سوري ري اند ستريت لاين انترسكت ات بوينت بي. حضرتك هنا في بوينت بي انترسكتنج وطلب منك شويه حاجات كده. حضرتك هتبدا تحل الكلام زي ما احنا حلينا كده في السيشن. هتبدا تتكلم هنا مثلا ننزل للاكسرسايز 2 بيقول لك منشن ذا تايب اوف ذا انجلز هوز ميجر از از فولوينج. طبعا جايب لك هنا شويه انجلز وطالب منك ان انت تحدد التايب. يعني ايه يا مستر؟ يعني هبص على الانجل. الانجل دي دي قال لك 83. ال 83 دي between 0 and 90 يعني اصغر من ال 90 اللي هي الرايت. طب ايه اللي اصغر من ال 90؟ اكيوت. يبقى انا مستر هنا هتبدا تقول له دي اكيوت انجل. مستر مثلا تروح لنمبر 7 هنا قال لك 179 ديجري and 62 مينت. حبيبي هنا دي 62 دي اكبر من 60. دي هتدي 1 للي بعده. هتبقى ايه؟ 180 ديجري. وايه اللي هيتبقى لنا هنا في المينت؟ حضرتك عندنا 2 مينتس. طب دي تعتبر ايه؟ هل دي ستريت لاين ولا ريفلكس؟ ستريت لاين؟ لا طبعا ريفلكس. ريفلكس يا مستر. ليه يا مستر ريفلكس؟ حبيب قلبي هنا دي اكبر من ال 180 ب 2 مينتس. فيها 2 مينتس زياده. فيها ايه؟ 2 مينتس زياده. فهمنا يا اولاد؟ حد مش فاهم الجزئيه دي؟ انا لا. 180 وحته، الحته دي خلاص اكبر من 180. خلاص نكمل الكلام ده يا مستر. حبيبي حضرتك هتبدا تروح للاكسرسايز 3. طبعا مش هتكلم احنا لسه حالين. هنا طالب منك ان انت تجيب الريفلكس يبقى 360 ماينس. اول ما اسمع كلمه ريفلكس 360 ديجري ماينس الانجل. الانجل اللي عندنا، طب الانجل اللي عندنا ايه؟ شوف بقى وتبدا تحل. حبيب قلبي نكتفي بالسيشن كده النهارده. هتحفظ لي